ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بي بلاد الوي. اليوم عندنا مباراة بين الشجاع المنتصر للاعب شهاب بلبل هجومي، ما هاي بس الدوب بيصير أسرع عم بتدوب، ضد بلبل الوميض اللامع المطور وميض التيربو. طبعا راح نحطه بوضعية السلينج شوك بنص المباراة. الجولة الأولى دبل بيرست تعادل. واحد صفر للوميض. اوكي طلع لحاله. وميض دورة يساري. ووو نقطة للشجاع. طبعا الشجاع المنتصر اول مرة بيوقف هيك بطريقة مستقيمة، شفتوا؟ فا اوكي اشي حلو اول مرة. اوكي 2-1 للوميض. اللي ما اشترك بالقناة بسرعة يروح يشترك. اوكي نقطة للشجاع. للشجاع المنتصر 4-2 لصالح الشجاع المنتصر. فبسرعة اللي ما اشترك بالقناة يشترك بالضغط على الزر الأحمر اشتراك سبسكرايب أو سبنات ويفعل جرس التنبيهات عشان يكون أول واحد بحضر فيديوهات بس تنزل، وحط لايك على هذا الفيديو إذا عجبك. أوكي نقطة للشجاع. ضيفني على سناب شات وانستغرام، روابطهم صندوق الوصف، وجهي ببين هناك، في كثير اشياء حصريه. حط لايك بسرعه اذا عجبك الفيديو. تعادل. اوكي. نقطتين للوميض 5-4 للشجاع. اوكي 5-5 تعادل. الصراحة ما شفت إذا هو بيرست ولا خروج خارج الحلبة، بس لا بيرست. أوكي نقطتين للشجاع بنتيجة 7-6. أوكي ليرز عم تخبط ببعض، بيرست فينش. نقطتين للوميض اللامع والنتيجة حالياً 8-7 للوميض المطور. تسعة سبعة للوميض. اوكي 10-7 للوميض. عشرة ثمانية للوميض. اوه اوكي الشجاع، الشجاع اخذ نقطة. 10-9 ولكن متفوق الوميض المطور. ما اشترك بالقناة بسرعة روح اشترك بالضغط على الزر الأحمر اشتراك سبسكرايب أو سبوني ويفعل جرس التنبيهات عشان يكون أول واحد بيحضر فيديوهات بس تنزل. تعادل نقطة للشجاع المنتصر. إذا النتيجة 10-10. أوه.
11-10 للشجاع المنتصر. بس فينش 12-11 للوميض. نقطة للشجاع المنتصر 12-12 تعادل. اوكي ممكن تكون تعادل النقطة للشجاع. نقطة للشجاع دور اليساري. احسنت بيرس فينش 14-12 للوميض اللامع. اللامع بنتيجة 14-12، لا سوري 16-12. حان وقت وضعية السلينج شوك. اوكي وضعية السلينج شوك في درايفر والوميض اللامع المطور. لف هاي هيك اوكي، بعدين نرفعها لفوق، بنلفها لليمين عشان تثبت. اوكي لما لفيت اليمين عمل له بيرس، بس هي عشان نثبتها صار اطول، فبالتالي هجوم وسرعة اكثر وعدم توازن. اوكي اذا عجبك الفيديو بسرعة روح انزل حط لايك وفعل جرس التنبيهات واعمل سبسكرايب للقناة. اوكي نقطة للشجاع المنتصر وضعية السلينج شوت. اوكي الوميض صار غير متوازن في هاي الوضعية. نقطتين للشجاع المنتصر. الوميض اللامع توقف على الدوران. اوكي وضعية السلينج شوك مرات بتفيد البلبل مرات بتضره حسب اللي ضده. وضعية السلينج شوك في هذا البلبل بتضعفه ضد الشجاع المنتصر زي ما شفت. نجرب كاميرا. اوكي اسفين الوميض اللامع، ما حدا حكى انه انت عم تخسر، بس يعني ليت الشجاع المنتصر اكل الضربة بالحيطة. بوف بوف بوف. اوكي يا رب ما يكون صار اشي. لا الحمد لله ما صار اشي. خبطة يعني شو هاد، شوي بدي اكسرها. اوكي نقطة للوميض اللامع. الشجاع المنتصر اخذ نقطتين بعدين طلع. الوميض اللامع بيرس فينش. وهلا عندنا بضع جولات بالشجاع المنتصر هازبرو الاصلي الامريكي. رجعت الوميض للوضعية العادية، بطل بالسلينك شوك. الشجاع المنتصر هازبرو. الوميض نقطة للشجاع الهازبرو. اوكي 1-1. اوه اوكي نقطة اظن اعمل بيرس للخروج خارج حل الصراحة ما انتبهتش. نقطة الوميض، حطيت الوميض بوضعية السلينج شوك. اوكي اصلا ما ملفش بالحلبة. اوكي جربت تجربة صغيرة نشوف اذا
بقدر يفوز؟ اوكي ما اقدر يفوز. بيرست فينيش. حان وقت تبديل القطع. كيو ار كود بلبل الشجاع المنتصر من هازبرو للعبة، وكيو ار كود بلبل ومضي اللامع للعبة. طبعا بفتح علبتهم حطت الكود، بس اذا في حد بحب هاي كمان. اوكي بعرفش اركب بلقبل الدوران اللي صاري، بالعكس كل شيء بالعكس. اوكي انا جبت الهازبرو عشان نبدل القطع، اول شيء بالسلينك شوك بعدين بنرجعه عادي. وهون عندنا هاد، صراحة مش عارف مين راح يفوز. اللي ما اشترك بالقناة بسرعة يروح يشترك ويحط لايك على هذا الفيديو. تعادل حلو. ضربات خفيفة على فكرة، ما عم بيصير تصادم قوية. ما اظن في بيرس. اوكي شجاع اخذ نقطة. كمان مرة نعملها. بوف بوف بوف. اوكي هاي خطوة بعض. ليش خبطاتهم ضعيف؟ ما طلعتهم كثير قوي. توقعت هجمات اقوى. اوكي راح نحط. اوكي راح يبطل بوضعية السلينك شوك درايفر الشجاع ويلا نكمل. اوكي راح افكه. هو الوميض المعدل فاز. شكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات، حطوا لايك اذا عجبكم الفيديو، تابعوني على سناب شات والانستغرام، الروابط في صندوق الوصف. وبس بشوفكم فيديو جاي يا افضل متابعين. بحبكم.